يعني بو عشرين ماشي كيدافع على باطمة حيتاش هو مقتنع ببراءة باطمة لا هو كان تيقلب على شي ثغرة قانونية اللي ما طبقوهاش عناصر الفرقة الوطنية أو ما طبقتهاش النيابة العامة في المتابعة نتاعها ديال الباطمة وبالتالي يحكم ببطلان المحاضر ومن كيكون يعني بطلان المحاضر يعني كنلغيو الأدلة بصفة نهائية وديك الساعه بطمه اما غتعاود فتح تحقيق جديد بما يناسب البراءه نتاعها واما غادي يعطيوها البراءه هذا ما يسمى بالتغارات هو دفع شكلي نعطيكم مثال آه كيقول النص مثلا ان الماده 66 ان العناصر تاع الفرقه الوطنيه ولا بد من كيجي عندهم شي متهم باش يصدقوه خصو يخبروه بالحقوق نتاعهم الفصل 66 وهو انه من حقه يلتزم الصمت وهو انه من ما يتكلمش وهو من حقه حتى يجي محامي او انه وهو مثال وهو انه في حاله ان هذا السطر هذا او هذا الفصل ما طبقش لان في المحضر خصو يكون مكتوب وعرضنا عليه حقوقه يعني ملي كيكتبوا المحضر تاع المتهم خصو يذكر تما الضابط على ان بالفعل دونك في حاله ان هذا ما كانش هذه تسمى بحال كتغرى هذه تسمى تغرى بحال هاد الثغره مي يوصل المحكمه غير نود نقيب بوكشري مثلا غير تفعيد دافع شكلي ببطلان المحاضر لانه ما تمش احترام القانون في الاستماع الى المتهم وبالتالي يحكموا ببطلان دوك المحاضر التي أنجزتهم عناصر الفرقه الوطنيه فهمتوا هذا غير مثال بسيط دونك هو تيقلب شوف الوكيل العام او وكيل الملك نتاع مراكش ما طبقش شي قانون خرق شي مسطره او ترتكب شي خطا باش يجيب البراءه الباطمه او يخففها ثاني حاجه قال استخدام او تنصيب النقيب وعشرين كان لهدف اخر وهو انه يتم حصر الاسماء ما معنى حصر الاسماء القضيه ما تكبرش يبقاو غير هادو اللي تم تقديمهم للمحكمه فهاد 12 عنصر وتوقف وتوقف لانه الا مشاو عمقوا مع دنيا باطمه ودنيا باطمه ديك الساعه مشات تكركر وتجبد الناس اللي كانت كتشتغل ربما لصالحهم ربما الجهات اللي كانت كتدفعها ربما شكون كيمولها غادي تجبدوا هاد الرؤوس لذلك فالنقيب بو عشرين او ربما قاموا بطمأنة باطمة في المحاكمة انتحى انها خصوص سكوت ما تتكلمش وانها الا تتكلم ربما غتغرق هي اكثر فاللهم تخفف ولا تغرق وهل هناك تطمينات لدنيا بطمة على أنه من اللي جبنا النقيب وعشين دافع عليك عندها علامة أو دلالة خاصة كذلك من كان يؤدي أتعاب النقيب شكون اللي كان تخلص النقيب هل بطمة بالفعل أم شخص أم شخص آخر أي طرف آخر هو اللي كان يؤدي أتعاب ديال النقيب بوعشرين دونك هنا ناقب عشرين يعني يعتبر الصندوق الاسود لهذا الملف ديال حمزه مون بيبي. وحتى الطريقه باش كان كيدافع والطريقه باش كان كيتقلق والطريقه باش كان يدافع على باطمه الصحفي تيقول لنا هنا انه ما كانش كيدافع على باطمه كان يد كان يدافع عن من وراء دنيا باطمه كان يدافع ربما عن محرض دنيا باطمه كان يدافع عن حمزه مونببي الحقيقي سؤال وش النقيب بهذه السذاجه هذه يخرج يقولها الاعلام وش النقيب زله لسان وش, وش 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 مجموعه علاش صرح النقيب بهذا الشيء هذا وعلاش تكلم على ثغرات علاش يعني مثلا ما قالش هو 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 النقيب كما نقول لكم هنا جا سيريو جا جا قال الحقيقه <applause> وهذا الهضره اللي قالها ما يقدرش يقولها محامي اخر لان يعني محامي اخر يقول انا مقتنع بالبراءه أنت وبان لي ان هناك مجموعه من التناقضات وانه بان لي ان هناك تناقضات نتاع المطالبين بالحق المدني وان الفرقه الوطنيه ما يكون في هذا الاتجاه وان الفرقه الوطنيه كانت اخطات واو ولكن ما يقولش ان كنقلب على الثغرات يعني اش تيقول ما دي وجه السيد كيقول كي لهم ما كنقول لكم انا ثغرات وكانه كيعترف بان باطمه مدانه يعني مخطئه ولكن انا غادي نخرجها بطريقتي غنخرجها بطريقتي وهذا الشيء تيقولوا القانون تقولوا كتاب مسطره الجنائيه تيقول اضافه شكون اللي كان كيأدي الأتعاب ديال النقيب وحنا سمعت غير سمعت أن عائلة نتاع داعية دنيا بطمة لأنها ما أداتش ليه الأتعاب سمعنا واش ملي توفى قالوا هذا توفى الله يرحمه ما كلاش نعطيوه الرزق واش شنو محامي الادريسي معروف محامي بهيئه البيضاء دعا دنيا باطمه حيتاش ما خلصتوش وسمعت انه تحكم لصالحو باش باطمه تدي خمسين مليون او ستين مليون سنتيم لان كانوا لانه, لأنه ناب عليها عده قضايا ودار عده شكايات ومن بعد ما بغاش يخلصوه ما معنى هذا؟ معنى ان باطمه ما عندهاش لان كيما قلت لكم باطمه من كورونا لهنا او في اليمن بعد كورونا السيدة صافي داكشي اللي كان عندها كلاتو ما بقى عندها ما تخسر اضافة فأت... كاين واحد القضية اخرى واش هاد المعطيات اللي قالهم هاد السيد هذا عندهم علاقة بوفاة النقيب بو عشرين واش كما يقال انه مات متسمما يعني ربما هناك اغتيال او تصفية هو تصفية لأسرار هل هي كانت تصفية لأسرار لأن يعني حتى الموت ديالو ما نقولوش بغتة ما نقولوش أنه موت أي واحد ممكن يتعرض ولكن من تيخرج واحد متو خربوش أعتقد وتيقول وتيصرح بأنه مات متسمما وواحد شخص آخر تيقول على أنه غير والبارح هضر معايا وتواصلنا انا وياه وقال لي وقلت له وكان باغي يصحح بعض الامور ملي كنقولو يصحح بعض الامور يعني واش بغي يفرش شنو بغي يصحح شنو بغي يصحح لان يعني النقيب هذه هي غلطة العمر غلطة العمر اللي دارها النقيب بو هو هو ملي سد هذا الملف والسؤال علاش غير النقيب بالضبط مشاو عندو كان بامكانهم يديروا حتى 10 المحامين لدنيا باطما ولكن خلاو النقيب بوحدو خلاو النقيب وحده وما طبيعه الحال مشاو النقيب لانه اسد المحاكم وانه رجل يقعد له ما كنتكلموش على رجل هين والنقيب بوعجين باش يدافع عليك راه كيدافع باتعاب كبيره راه ماشي محامي عادي من انا غنجيب نقيب العربي دافع عليا ماشي نمشي نجيب محامي بهيئه البيضاء لا لي اللي تكلموا عليه او استهدفوه ولكن علاش بدا الشكايه بهذا الصحفي اللي كيمعني او كيتهمو نقولش حتى اتهام ولكن يوحي ان السيد ما كيدفعش على دنيا باطمة كيدافع على ناس ما وراء دنيا باطمة هذا ما رفعش به شكايه وهذا صحفي وهذا الصحفي هو هذا هو هذا حسن مولوع هو اللي طرح الاسئله هذه كذلك تكلم على ان السيد شكون كيأدي الثمن تاعه لان الا عرفنا شو تيخلص بو عشرين غادي نعرفو نصف الحقيقه اللي كيخلص الناقب بو عشرين وكنعرفو ان السلطانه خرجت تكلمات على ان شخص يوجد في البريزيل هو الذي كان يخلص المحامين تاع الدفاع ديال هاد المتهمين باكملهم دونك شنو علاقة هاد عثمان العلوي بالقضية في حالة ان هذه الرواية كانت صحيحة باطمة كما قلت لكم كانت مجرد كركوز هي مجرد انسانة مع كامل احتراماتي الناس اللي كيكبروا كي في باطمه وكيكبروا فيها وزعما خطير لا 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 السيده فقط واحد الانسانه نكره نكره استعملت نظرا لسذاجتها السيدة كانت متعطشة للشهرة متعطشة لأنها فيها مرض نتاع الأنا وغيستافدو من داك المرض النفسي اللي عندها حيتاش هادشي براسها هي الملكة وأن بصفتها ملكة يعني خصها دير أي حاجة سحرا وشعوذة وبخورا من أجل إقصاء الآخرين نجيبو السيمو بالبشير الصديق ديالها الحميم واللي يقول ليها انت نمبر وان وانت هي سيدة العرب التصريح اللي خرج من بعد في الكتاب ديالو المعروف تكلم عن السحر والشعوذة الى غير ذلك يعني يعني ممكن تكلموا على السحر والشعوذة يعني تسمم دابا هذا في الاصل مثلا نقيب بو كان عنده كان, كان عنده كان عنده مشكل كان عنده مشكل في في الكبده <تصفيق> <تصفيق> وكان يقال انه عايش بربع كبده هنا عنده يعني مشكل كبده كان جيبو السيمو الباشي كيقول كي لك كانوا الجاج الدجاج اواه كيجي السيمو الباشي كيقول كي لك ياكلوا الدجاج للناس عن طريق التوكال كان جيو كذلك نشوفوا هذا المسمى خربوش او هذا المسمى اللي خرج تيقول ان السيد مات بتسمم النقيب يقول انا انه تكليفه من خارج المغرب بالدول عربية مسؤولين وقال مسؤولين قال مسؤولين في دول عربيه وفي روايه اخرى قال وقيل حتى الخليج وباطمه كانت تعمر في الخليج يعني واش كان هناك صراع مخابرات ما بين المغرب لقرار انهاء غالبا المخابرات الاماراتيه هي اللي هي كان عندها مشكل مع المغرب وكانت تحاول استهداف الامن تاع المغرب المخابرات الاماراتيه او ما يسمى بشيطان العرب كان عنده مشكل في المغرب كان يستهدف النظام الملكي بطريقه غير مباشره لان المغرب دوله ذات سياده وهذا خليج هاد الشبه دوليات كانوا كيحلموا بانهم سيسيرون المغرب كما كيسيروا دابا في مصر كيحسبهم المغرب هو مصر كيحسبهم ان النظام الملكي في المغرب كان نظام ديال السيسي يعني سير سير الشاشه الراره بان المغرب له الفضل في تكوين دوله الامارات في الاصل الحسن الثاني هو اللي يضمن الامارات الامارات ما كانتش غتعترف بها الامم المتحده لان ما كانش عندها مقومات دوله ومن وقع لهم مشكل مع قطر كان كيحسبهم المغرب غيصطف الى جانبهم وغيمشيو في ديك السياسه الخاويه اللي مشاو فيها ونسوا ان المغرب دوله عندها مصالح دونك باطمه في هذه اللعبه هنا اش كانت كدير واش باطمه تجاوزت بعض الخطوط واش معلومات ان ملي غي غيتم المغرب ملي بغا ينهي يحبس هذه المهزله هذه كانت المخابرات المغربيه اكيد ان هذه تقارير الى جهات وحدرات من هاد اللوبي ديال اكيد راه القضيه ملي كنديروها بشكل دائري يعني يكون هناك عده فرضيات وعده تساؤلات كنقول لكم السي النقيب ها شنو تيقول نمشيو شكون, شكون صاحب التمويل خرجت السلطان عطات تصريح او تسريب مكالمه هاتفيه بينها وبين واحد السيده مي كنجيو السيد كان عايش بكبده يعني السيد اصلا كان مريضا شويه كنسمعوا انه كان يكل كان كيوكلوه بالسحور تيدغجوه وتحفه خرج بهذا المعطيات واتهم الوك بانه هو اللي كان كيوكل كي بو عشرين زادوا تكلموا على واحد الفيلا كاينه بمراكش وقال على ان النقيب كان يمكن يمشي ليها واش كيرتاح فيها واش الله اعلم يعني واش كانت تخصص ديك الفيلا ملي كيمشي لمراكش باش كيتافع دنيا باطمة وديك الساعة باش كيرتاح فيها او كياخد كي النفس نتاعو يعني كانوا وباش يتم تخصيص فيلا للنقيب باش ياخد جلسة او جلستين لأنك كتعرفوا باش يمشي دافع راه تيمشي نهار قبل تيمشي حاول يرتاح باش الغد يستعد للمحاكمه وفي ديك الليله يعني ولكن كده... هاد محمود هرواك هذا هاد الصحفي اللي حاليا معتقل ومحكوم بالسجن هاد السيد هذا هو اولا اعتقد ليس صحفيا لانه لو كان صحفيا لكان تبع بقانون نشر الصحافة وما يتم اعتقاله بسبب انه هذا ذاك البيان اللي كان داروا الوكيل العام بمحكمة البيضاء من اللي خرج كيتوعد الناس اللي كي ي... كينشروا الاباطيل وكينشروا الادعاءات وكيستهدفوا بعض الشخصيات على خلفية قضية اسكوبار الصحراء اذا اخواني اخواتي أه أه هنا علامة استفهام وكاين بزاف ديال التساؤلات وكاين بزاف ديال الغموض دونك إذا سمم الرجل يعني هذا يسمى اغتيال شنو هما دوافع الاغتيال واش كما خرجينا أحد أقارب ديالو واش سميتو خربوش أو الله أعلم قال ان السيد كان باغي يصلح ذاك الشيء اللي خطا فيه السيد كان يتمنى انه يخف ما معنى يخف يعني يولي مزيان ملي كان مريض كان باغي يولي مزيان وكان يتمنى غير يزيد غير شويه باش يصحح شنو غيصحح غي شنو غيقاد شنو هو الاخطاء واش كان يصرح واش كان غينسحب الملف واش كان غيخلي شي حاجه والطرف الاخر ربما سمع على ان السيد ما يفرش كل شيء مشاو تخلصوا منه الله اعلم لحد الساعه الوفاه فيها علامة استفهام فيها تصريحات انه لو كان فات تم تحقيق لأنه يعني لو كان غير تم تحقيق واستدعاو هذا المسمى خربوش او اسمه الله اعلم وقالوا له اعطينا هادشي اللي كتقول حيت كان يقول كنت كنتواصل اعطينا وش عندك مساجات في الواتساب واش عندك مكالمات اش عندك وإذا كانوا مكالمات وخا حتى ما كانوش يرجعوا يمشي يجيبوهم كاين الطرق القانونيه باش يجيبو مكالمات ان القضيه في الاخير هناك قضيه او شبهه قتل شبهه جريمه جنائيه العقوبة نتاعها كتوصل المؤبد والإعدام زائد احنا كنتكلمو على شخصية كبيرة ما كنتكلموش على شخص عادي كنتكلمو على نقيب معروف على أسد المحاكم دونك أسئلة من وراء اغتيال في حالة إذا كان بالفعل هذه الرواية صحيحة شكون هذه الجهة اللي كانت كتخلص بو عشرين علاش كانوا باغيين يحصروا الملف غير في هؤلاء في هاد العشرة ولا 12 المعتقل إذن تنفهموا على أنه ربما كاينين ناس آخرين ما بغينش يتجبدوا طبيعة الحال هذا اللي غيمول المحامي راه ماشي غير يخلط ويمول دنيا بطمة أو يمول المحامين نتاع باقي المتهمين إلا في غاية في نفس يعقوب أو إلا الله أعلم كل هذه الامور تحلون عن الشك ان القضيه فيها الشك وبما انه يوجد شك يعني يوجد شبهه وحتى يوجد شبهه خاصة تفتح تحقيق خاصة تفتح تحقيق انا صراحه اتساءل العائلة نتاع النقيب بو عشرين وأبناء النقيب بو عشرين رحمة الله عليه واش كيسمعوا لهاد هادشي اللي كيروج واش ما واش ما يجبدوا جرح واش كيقول صافي كل واحد يخلصوا الله يعني صافي اللي عطى والله اعلم انا شخصيا نسمع شي حاجه بالابد شو واحد من عائله او شخص معروف وهناك شبهه نمشي نعلم نمشي نطالب على الاقل نتحرك وربما ان عائله نقيب كتحرك وربما تاكدت ان المصدر الوفاه عاديه جدا وربما وربما وربما, وربما ولكن حنا ما عارفينش ان نورمالمون نوض اشاعه او نود شي تصريح خطير على الاقل يكون شي بلاغ شي خرجه اعلاميه شي تصريح نفي او حتى وربما ربما عندهم غموض او ما بغيش يفتحوا الجرح المهم حريه لان النقيب بوعجين يعني كان كان معروف كان معروف وعنده خرجات وانسان مستميت وانسان يعني اللي كنقولوا حنا راسه قاصح ولا يتنازل ولا يتسهل والسيد كان عاطي قلبه مع دنيا باطمه كان عاطي قلبه مع دنيا باطمه السؤال شنو هاد السر شنو هاد الجمال شنو هاد المبادئ شنو هاد القيم اللي جاب الدنيا باطمه باش ينوض واحد نقي بالعرب يضحي بالمسيره نتاعو كامله من اجل هاد السيده هادي قاعد الكارير خسرو قرر يواجه واحد 80 حتى 90% من المغاربه اللي ضد دنيا باطمة وعندهم علاش كيكرهوها يعني السيدم لا ادب لا احترام لا كاريزما لا شخصيه لا السيده كانت السب والشتم والتشهير لذلك انا كنت اتساءل او منطقيا انسان يتساءل نقيب عشرين لي عانى من التشهير وعانى من السب والقذف هذا الرجل لا يمكن انه يدافع على وحده والعالم عارفه بانها مشهره والعالم كي والناس نتاع الحي ديالها اللي نورمال خصو يدافعوا عليها تيخرجوا تيقول احنا كنا عارفين ان حساب حمزه مومبي بالدنيا باطمه اذا ما كانت هي صاحبه الحساب يعني داخل الاقل مشاركه او مساهمه ولكن نقيب اللي غيشوف خبرة عباد الله خبرة خبرة كتعرفوا أن مك كيكون محامي كبير ومعروف راه ما أي قضية ما أي قضية كتولي قضايا أخرى كيولي كيشوف السمعة نتاعو لأن يعني السمعة نتاعو الوجه ديالو هو كل شيء ما يضحي بوجهو دابا من نقيب بوعشين غيقرا الملف وغير خبرة تقنية من طرف فرقة وطنية تؤكد تواصل دنيا باطمة مع مسير حمزة مونبيبي وعاطية وعاطية صورة ومعلومات عن زوج مغنية أخرى هذا يعتبر دليل ملموس لأن هذا الدليل تلقى في التليفون الشخصي الهاتف الشخصي داروا عليه خبرة يعني ثبتة أنا يعني كنتكلموا على خبرة دي. انا يعني كنتكلموا على أنه ضبيضات متلبسة أن الدليل لقاوه في الهاتف الشخصي راه ماشي غير جابوا فلان قال فلان قال لا راه كاين هاتف كاين خبرة على الهاتف يعني الدليل بحال يعني شي واحد كتشدو متلبس عنده كيلو ديال الحشيش في جيبو وهي نفس القضية الدنيا باطمة شو متلبسة متلبسة والقاضي قال على أنها هي اللي كانت كتمنح أسماء ديال المغنيين أو شخصيات غيستهدفهم حمزة مون بيبي غي لهم الحساب حمزة مومبيبي بيبي الولوج المشاركة في الولوج أنا كنعطيك واحد الحساب وسنقولك لك عافاك هاكر لي هاد الحساب ضرب لي هاد اسم المغنية اخترق ليها الحساب الانستغرام ودي أنا أشارك وبالتالي انا اشارك يعني انا داخل في الجريمه اي صحيح انا م... وهنا علاش حتى القاضي ملي دار التعليل قال ان المشارك ما محتاجش شي دليل مادي تصدرها راه مشارك واللي تيشارك راه بحال اللي تي بنسبه اقل ولكن حتى هو داخل في الافير فهو داخل في الجريمه دونك ما غيجي دابا محامي كبير دابا شوف هنا غيبان علاش واجب الثغرات بالضبط علاش مشى الثغرات علاش ما شي درس التناقضات اللي كاينه في الملف مثلا فلان قال الاخرى قالت لا الاخرى لا هكا لا لا لا, لا. ما تيناقص مشى تي فقط الثغرات تيقلب على تقبع في الملف فين يدخل يعني السيد كان متاكد ان الاخرى مدانه بالادله مدانة بالأدلة القوية ملي كنقول لكم إخواني غير باش تفهموا نعطيكم باش فيها ممالنا تغرى مثلا تم اعتقال شخص اجنبي فرنسي لا يجيد العربية غينوضو غي نوضو ليه البوليس مزيان سؤال سين عين سين عين سؤال جواب سؤال جواب ديال المتهم قدموا الملف غينوض المحامي ديال هذا الفرنسي غيقول ليه احنا كنطعنوا في هذا المحاضر علاش؟ اولا المواطن ديالي فرنسي لا يفقه اللغه العربيه اذا كيفاش هذا كان كيجاوب كي هاد الناس اذا كيفاش خاص مترجم واش القضيه ضربت في هاد القضيه هادي كنعطيكم دونك خاص مترجم فين هو المترجم هنا فهمتوا بحال هذا يعتبر خرق لان اي واحد لا يتكلم ولا او لا يجيد اللغه العربيه ولا بد يكون معه مترجم باش يحروا ليه محضر هادشي الشيء تعرفوه كاينين في البوليس اي شخص اجنبي خصو يكون معاه مترجم الا ما تذكرش مترجم المحامي ممكن يطعن في دوك المحاضر هادشي اللي كيقلب على ابو عشرين ماشي تيقلب على السيد بالي لا اللي كيتصر ما واش القوانين والفصول طبقت في الاستماع الدنيا بطمة او الشيء تعرف تما باش يتم باش يضرب دوك المصداقيه ديال دوك المحاضر باش يضرب المصداقيه ديال المحاضر وهذوك المحاضر ما يبليش القضاء يعتد بهم لان تعرفوا على ان محاضر اللي كيحرضوا الذين يحررونها اللي كيحروها اللي كينجزوها الشرطه القضائيه يعتد بمضمونها يعني القاضي في الحكم ممكن يعتد يعتد بها في التعليل ولكن في الجنايات يستأنس بها فقط ما معنى يستأنس بها لا يعتد بها في المحاضر لأن القاضي ملزم بالتعليل أنا غير علاش حكمت على الدنيا باطمة مش تي حكمت عليها بسنة غير هكاك وصا لا لا راه شنو دارت شنو دارت واشنو كاين وهذا يعني والفصل اش تيقول واو تيفصل راه المحضر ديال التعليل راه كبير تاع تاع القاضي باش توصل القناعه تعطي المبررات نتاعو حتى توصل هذه القناعه الوجدانيه التي خلصت اليه بادانه باطمة والقاضي يحكم وفق صميمه الوجداني داكشي اللي تيقول ليه القلب ديالو ما وكيشوف الادله وكذا وكذا وكيقتنع عاد كيحكم وعنده السلطه الكامله والقانون المسطرة اعطيه هذا الشيء دونك اخواني هاد من اللي خرجت خينا بتصريح والقضية فيها تسموم سمو الباشر كيقول السحور والشعوذة والجاج هو كيقول تعين دونك القضية راه أكبر مما نتوقع القضية أكبر مما نتوقع دونك دنيا باطمة هو عبارة عن كلينيكس هي فقط عبارة عن واحد كلينيكس تستعمل وكفى دونك نقب وعشرين عشرين واش تعرض لشي عملية واش تعرض لشي تسموم هذا سؤال خطير هذا إذا عرفنا السبب في حالة حنا نتمنى ما يكونش هادشي صحيح راه غادي نمشيو شي رؤوس ربما لا نعلمها إلا يعلمها إلا الله غندخلو في شي متاهة غندخلو في شي أمور لا يعلمها إلا الله هذا من جهه من جهه اخرى اخواني اخواتي غنمشيو للقضيه ديال الزوج ريم فكري فرس رضا المافيوزي رحمه الله عليه اليوم خرج لنا الاخ الهيتم. هذا الهيتم هو شقيق ريم غير شقيق يعني شقيق اخ غير شقيق ربما شقيقها اما من جهه الاب او من جهه الام يعني الاب مزوج جوج أو, او الام تزوجات جوج رجال الام ديالها هي العقل المدبر حسب تلميحات ديال العائله نتاع الزوج قالوا بان السيده باترونه نتاع السحر وديال الشعوذه مزيان نمشيو الشقيق قال وصرح واكد في اتصال هاتفي مع موقع شوف تيفي ان السيد كان كيجيب فتيات ويفتح لهم مشاريع وغالبا كيفتح لهم اما صالونات حلاقه كيجهزو مزيان داك الصالون باش كيولي يساوي الثمن ومن داك البروجي كيجيب فلوس مخدرات كيحطها تما وفي الاخير اش تيدير تيبيع لك البروجي كيبيع كي المشروع وكيشت فلوس نتاعو عاوتاني جيب واحد البنت اخرى فتح لها شي سونتر دابيل فتح لها شي لوكاسيون تاع السيارات فتح ليها شي كذا وكذا وفي الاخر صافي كيتعتقل المجرم الرئيسي القاتل كانت عنده هو اصلا كان مقاول وكان رجل اعمال دونك عارفين لانه باش يبيض الاموال خصو يدخل في هذا المجال اما مقاول رجل اعمال باش يعطيه مبرر الاموال كيفاش كيكسبها كي السيد كان عنده ربما آه لوكاسيون هاد لوكاسيون هذا اللي قالت الام ديال الضحيه بانه خمسة وستين مليون ربما هاد مول لوكاسيون غير في الواجهه غير محطوط وتنعرفوا ان البارونات نتاع المخدرات كيمشيو الضومين ديال لوكاسيون تاع السيارات ديال كراء السيارات وهذا موجود خاصة في مراكش ما كان غير أصحاب البيضة مونامور وأصحاب الدعارة حشكم والقوادة تيمشيو كيفتح يعني واحد الكراج كبير ديال السيارات الفاخرة للكراء لاحظوا هم الفراري هم الفانا هم كذا فمن أين لكم هذا؟ أي وسيلة من أجل التغطية على الأموال المشبوهة هذه الطريقة اللي كتمشي هذا الرجل مافيوزي كيف يعقل ذاك الأب؟ كيف يعقل الأخت؟ زعما ما عارفين هو مافيوزي على الزوجة اللي كان مزوجها في الاول سميوها طانيا هادي اللي كاتب لها الصالون في البداية هي كانت داخلة فيه وشرا لابارتومون كتب لها بالسمية تاعها وخرج الاب تيقول ان والدي مسكين ما عنده والو هاديك لابارتومون راه شراتها طانيا وطانيا خافت عليه لا يتشرط وعطاتو الشقة الله اوه هادي طلقها زائد في اقل من اشهر مشى مع وحده اخرى والسيد كيقول كي انه كتموت على السي هذا المرحوم الله رحمه الله عليه يعني وتعطيه شقه وشقه مساوية ما عرفتش 100 ولا مئتين مليون شقه غاليه إذن اخواني اخواتي تيبان بالملموس ان حتى ريم خاص تفتح معها تحقيق نزيدكم التحقيقات راه مازال ما سالاتش اليوم التحقيقات مازال ما سالاتش لانهم مازال كي يطمعوا على امل يلقاو الجثه ومازال غير مازال يديروا تحقيقات مع المتهمين لان المتهمين تقول احنا عذبناه قتلناه ولكن ماشي حنا اللي تخلصنا من الجثه دونك واش دوك الافارقه اللي هربوا ورجعوا بعد ما ارتكبوا الجريمه هما اللي نفذوها وهربوا تاني حاجه شكون هما الاسماء ديال هاد القتله الماجورين تالت حاجه المغرب سهل يجبدهم في المطار شنو الهويه باش داخلين وفوقاش دخلوا وفوقاش خرجوا وفوقاش هربوا يعني سهل يجبد الاسماء تاعهم إذن إخواني أخواتي إلى هنا دمتم في رعاية الله شكرا لكم ونعود